السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، ومواصلة لما بدأنا بموضوع التقدير. تحدثنا في اللقاء السابق عن التقدير، وقلنا التقدير ينقسم إلى قسمين، هما ينقسم التقدير إلى قسمين هما واحد ينقسم التقدير الإحصائي إلى قسمين، واحد تقدير بنقطة، اثنين تقدير بفترة. إذا قلنا هذا يمكن يكون موضوع سؤال، أقول لك ينقسم التقدير إلى قسمين هما عقيدة نواصل الحديث اللي هو قلنا تحدثنا عن التقدير بالنسبة للوصف الحسابي، والآن إن شاء الله نحاول نكمل باقي التقدير، وحنتكلم فيه عن تقدير النسبة. تقدير النسبة، أمس كنا بنقدر الوسط الحسابي للمجتمع، بنقول أنا أتوقع أن متوسط المجتمع يقع بين رقمين، رقم حد أعلى سميناه بالحد الأعلى، والرقم الآخر سميناه بالحد الأدنى. فقلنا هذا بالنسبة للوصف الحسابي. أما اليوم نحاول نناقش اللي هي مسألة التقدير للنسبة المجتمع. يعني مثلا أنا أبغى أقدر نسبة المدخنين في الرياض، تمام؟ ما عندي إشكالية في إنه يعني مجتمع الرياض كامل ما عندي، أو مجتمع كبير يحتاج إلى يعني جهد مالي وكلف الوقت وهذا. فإذا بيجي على سوق العينة، تختار عينة مثلا من 2000 شاب، أحسب فيهم كم مدخن، أحسب النسبة للتدخين من هذه العينة، ثم أعمم النتيجة عن طريق بعض القواعد المعينة على باقي المجتمع. القاعدة حنستخدمها هي يعني أنا عندي أول حاجة عندي المجتمع، قلنا باخذ منه عينة، العينة حنلمسها بالرمز نون، العينة نرمزها بالرمز نون، وقلنا نون هذه اللي هي حجم العينة، تمام؟ ومن هذه العينة بحسب حاجة اسمها لام هات، لام فيها طاقية من فوق، هذه الطاقية معناها لام للعينة، نسبة العينة معناها ايش؟ نسبة العينة. قلنا طيب ما صوت كده الحين، حتى الحين الحين الصوت واضح؟ نعم. طيب قلنا عندي نون هي حجم العينة، تمام، وعندي لام فيها طاقية من فوق، هات اسمها لام هات، هذه نسبة العينة، اسمها نسبة العينة. كيف بحسبها؟ يعني مثلا أنا عندي القاعة هذه الآن فيها 10 طلاب، تمام، منهم مثلا 5 إناث، كيف أحسب نسبة الإناث الموجودين داخل هذه القاعة؟
كيف احسبها؟ عندي القاعة كاملة نون كل حجم العينة بيساوي 10 تمام؟ وعندي منهم 5 إناث، كيف أحسب نسبة الطالبات من العدد الكلي؟ إذا كان العدد الكلي 10 فيا شباب نسبة طيب قلنا 5 من 10 طيب لو كان عندي القاعة عندي الآن عينة مكونة من 50 طالب نجح منهم 10 كيف أحسب نسبة النجاح؟ لام هذه لام اسمها لام هاد أحسبها كيف؟ اسمها لام هاد أحسبها بتساوي اللي هي 10 ها 10 تقسيم 50 10 تقسيم 50 تعطيني هي نسبة النجاح. إذا لو عندي 100 طالب نجح منهم 20 طالب كيف بحسب النسبة؟ كيف احسب النسبة يا شباب؟ قلنا اذا كان عندي اول مرة تصير معنا نعم اول مرة تحصل هذه المشاكل، لكن ان شاء الله نحاول نعالجها في عند الغالب ان شاء الله بعد ساعة 9. طيب الحين قلنا 100 اللي هي 20 تقسيم 100، نعم 20 تقسيم 100. اذا نون لام هات هذه نسميها نسبة شباب، مربوطة بالرمز، رمزها هو لام فيها طاقية فوق اسمها لام هاد، اسمها لام هاد، لام طاقية هذه معناها نسبة العينة، معناها نسبة العينة اللي هي الصفة المشتركة في العينة. معلش نأسف لانقطاع الصوت للشبكة، يبدو انه في مشكلة في الشبكة، المهم نحاول نواصل. قلنا كيف نقدر نقدر النسبة؟ قلنا ما علينا الا نقسم الصفة المشتركة على العدد الكلي. الان نشوف كيف نقدر نقدر يكون
لازالة المشاكل متعلقة معنا. قلنا عندنا أحسب لام ها، قلت لكي أحسب هذه النسبة عندي أول حاجة أحسب النسبة نفسها اسمها لام ها، أقول لام هذه لام ها حسبناها قبل شوي زائد أو مرة زائد يعني ومرة أنقص مقدار معين هو عبارة عن يا، طبعا يا عارفينها اللي هي قيمة يا المعيارية المقابلة لمستويات الثقة المعروفة. عندي ثلاثة مستويات الثقة، إما تكون 99 يا المقابلة لها كم مستوى الثقة 99، فإن يا المقابلة بتساوي يا المعيارية بتساوي كم؟ يلا شباب 2.58 تمام محمد. طيب عندنا ياء مستوى الثقة 95، ياء المقابلة لمستوى الثقة 95 كم تساوي؟ 1.96 تمام. وعندنا آخر حاجة مستوى الثقة 90 ياء المقابلة له ياء المعيارية المقابلة اللي هي 1.65. نعم هذه ثلاثة قيم ياء ضرب بعد ما أحسب أجيب هذه القيمة مضروبة في جذر لام هات نفس النسبة هذه لام هات ضرب اللي هي 1 ناقص لام هات على هذه كلها كده تحت الجذر تقسيم حجم العينة اللي هو نون، تقسيم نون اللي هي هذه النون هي حجم العينة. هذه القاعدة عن طريقة نحسب اللي هو النسبة اللي هي فيها حد أعلى وفيها حد أدنى. إذا زودنا هذا المقدار إذا زودناه إلى لام هاد يعطينا الحد الأعلى، وإذا نقصنا حيعطينا الحد الأدنى. إذن الكلام في النسبة بسيط جدا، السؤال بيكون بسيط جدا، بعطيك عينة هذه العينة فيها صفة معينة فيها حاجة مشتركة انت تحسب منها لام هاد، واذا حسبنا لام هاد خلاص مثلا اتحلل. اذا بقول لك مثلا في عينة من 2000 طالب تمام، كيف نعرف بينه وبين المحاضر الراحل؟ المحاضر الراحل بقول لك غدر متوسط الدخل، غدر متوسط المجتمع. اما في هذه المحاضرة بقول لك قدر نسبة المدخنين، قدر نسبة المتزوجين. أنشي فترة الثقة 95. طيب عندنا القانون قلنا لام هات زائد او ناقص يا ضرب الجذر التربيعي لي لام هات في 1 ناقص لام هات على نون. نشوف كيف نطبق هذه المسألة في واحدة من المسائل. طيب عندنا قلنا حيث مستويات الثقة لام عندها ثلاثة قيم، اما ان تكون 1.96 اللي هي 1.96% عند درجة الثقة 95، أو تكون 2.85 مكتوب هنا المقطع هي 58 عند درجة 99%، أو تكون 1.65 كما قال 1.5 قبل قليل هي اللي هي عند مستوى 99. طيب نشوف إذا كان في سؤال. مثال قال في عينة حجمها 1000 مواطن من سكان مدينة الرياض، كانت نسبة الأمية فيها بتساوي 30% معطى جاهزة، نسبة الأمية بتساوي كم؟ 30% تمام؟ نعم المفروض تكون موجودة، المفروض تكون موجودة. في حد سأل قال ليش 90% المعطى؟ لا المفروض تكون موجودة. طيب إذا قلنا في عينة حجمها 1000
بمجرد ما وجدت كلمة حجمها عين حجمها معناها هذا هو حجم العين. حجم العين نحن قبل شوية اتفقنا ان رمزه بالرمز رمزه ايش؟ نون. اذا على طول اقول نون هذه بتساوي كم؟ الف. نون بتساوي الف. هذا قلنا عندنا اللي هي في حجم في عينة حجمها ألف مواطن. إذا قلنا نون بتساوي ألف، ثبت هذه المعلومة. نون بتساوي كم؟ ألف. وكتبنا نون، قلنا خلاص نتفق إن نون بتساوي ألف لأنه حجم العينة. هذه نون معناها رمزها لحجم العينة اللي هو كم بتساوي ألف. ثبتنا خلاص هذه المعلومة. تمام. طيب. و كانت نسبة الأمية نسبة هذه لام، لام لكن فيها فيها فوق فوق فيها شباب طاقية اللي اسمها لام هاد، معناها النسبة في العينة كانت كم تساوي؟ اللي هي لا لا ما تقسم أي شيء، هنا ما تقسم أي حاجة، اللي بس تحطه على طول 30% تحطها. نعم ممكن تعمل الآن حاسبة بوينت اللي هي 30 على 100 بتساوي بوينت 3 أو بوينت 30%، تعملها كده يا شباب بالبوينت في الآن الحاسبة. إذا قسمت 30 على 100 بتكون صح معك، تعطيك اللي هي 30%. طيب بقى عندي واحد ناقص لام، واحد ناقص لام هي المكملة للام، واحد ناقص لام هذا مكمل للام. يعني إذا كان هذه 30% كم عشان تكون 100%؟ كم الباقي من 100%؟ اللي هي نعم بوينت 70، ما 70 لحالها، بوينت 70، بوينت 70 كلها بالبوينت نسب، لأنه مجموع نسب كله ساوي واحد يا شباب، مجموع النسبتين اللي هي نون واحد ناقص نون بيساوي واحد. نعم بوين 7 او بوين 70 كله صح. اذا كتبنا بوين 7 صحيحة، واذا كتبنا بوين 70 برضو صح. تمام. اذا بعد ده خلاص كل المعطيات عندي موجودة، بعد ده ما علي الا اقوم اطبق هذه المعطيات داخل القانون اللي هي القاعدة اللي عملناها قبل قليل. ارجع للقاعدة اللي هي انا عندي في القاعدة اللي هي القانون عندي لام لام هات تمام زايد زائد او ناقص عندي قيمة معينة اللي هي ياء، هذه الياء مضروبة في هنا في جذر يا شباب، جذر مين؟ جذر اللي هي لام هات، لام هات مضروبة في قوس اللي هي واحد المكمل لها، ناقص لام هات ناقص لام هات، واقفل هذا القوس كل هذا تحت الجذر، تقسيم حجم العين اللي هو نون، تقسيم حجم العين اللي هو نون، هذا هو القانون. تمام. عندي لام هات حسبناها كانت بتساوي بوينت 3 او بوينت 30، بوينت 30 تمام، زائد مره زائد ومره ناقص كم يا هذه مستوى الثقه 95% هيكون 1.96، هذه التسعه وهذه الستة، ضرب الجذر التربيعي لهذا، ضرب الجذر التربيعي لرقم معين، هذا هو الرقم، هو عبارة عن لام هات نفسها بوينت ثلاثة، هذه لام هات هي بوينت ثلاثة، ضرب ضرب بوينت ثلاثة ضرب كم؟ بوينت سبعة اللي هي المكمل لها، المكمل لهذا بوينت سبعة، وهذا هو المقدار بوينت سبعة. هذا أقفل القوس، تقسيم حجم العينة، كم حجم العينة كان؟ نون اللي هو ألف، أحسب هذه بالآلة الحاسبة ثم حط القيمة تحت الجذر، لأن الجذر كامل، هذا الجذر كامل كامل هنا إلين هذه كلها تحت الجذر، المقدار هذا أحسبه وأضربه في 1.96 يعطينا مقدار. أصبح بوينت 3 موجود عندي اللي هي بوينت 30، هذه قلنا بتكون معقق العالة بوينت 30، مرة نزودها زائد ومرة ناقص مقدار معين. مين الحسبة المقدار يا شباب؟ مين الحسبة المقدار؟ هذا المقدار كم يساوي؟ هذا هنا هذا المقدار أنا عملت عليه دائرة، هذا
كم يساوي؟ اللي هي واحد من الشباب قال بالجمع طلع بوينت 33، اذا هذا المقدار معناه بيساوي كم يا شباب؟ هذا المقدار معناه بيساوي بوينت 03 3 من 100 بوينت 03 نعم بوينت 03 هذا المقدار بيساوي بوينت 03 مره ازوده ومره انقصه. في سؤال قال كيف جات هذه بوينت 7؟ دائما انا لما يكون عندي قيمه نسبه المكمل لهذه النسبه هو واحد ناقص سلام، يعني المكمل لها كمل 100%. لو كان عندي 30% اللي بكملها عشان تكون 100% هو 70 اللي هي 7 من 10. اذا كان عندي لام هاد بتساوي 20% المكمل لها حيكون 80.8. اذا كان عندي لام هاد بتساوي 50% المكمل لها حيكون 50%. اذا انا بكمل هذه اللام هاد الى 100%. وضحت كده يا شباب؟ كده واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح. الثاني بالنسبة لك واضح يا سؤال؟ في سؤال قبل شوي. طيب أنا إذا كان عندي لام، إذا كان عندي هذه اللام بتساوي لام فيها طاقية من فوق وقلنا سميناها لام هات نسبة العينة، هذه النسبة زي ما كانت بالنسبة للأمية كان قاعد بتساوي بوينت 3، بالنسبة للأمية كان بتساوي بوينت 30. اذا واحد لو حطينا واحد في الآلة الحاسبة واحد ناقص لام هات اللي هي بوينت 30 هذه، الباقي كم من 100؟ كم يكون الباقي؟ الباقي هو عبارة عن المكمل اللي هو بوينت 70، هو عبارة عن بوينت 70، هذا هو الباقي اللي هو بوينت 70. لما اجمع لام ولام هات ولام هات واحد ناقص لام هات اجمعهم الاثنين مع بعض المفروض يساوي 100%، مجموع يساوي 100%. كم الناتج تحت الجذر؟ الناتج تحت الجذر هو عباره عن 3%، 3% بتبقى كده يا شباب بوينت 03 3 من 100. لما اجمعها بتصير بوينت، طبعا كلها نسبه يا شباب، البوينت بوينت 33 جمع تكون بوينت 33 في الاله الحاسبه يا شباب، كل الشغل ده عن طريق الاله الحاسبه، وبالطرح حتصير بوينت 27. في قبل شوي واحد حلها ما عارف حل حل صحيح محمد ولا مين حل حل قبل شوي صحيح، اللي هي بوينت 27 حد ادنى وبوينت 33 هو الحد الاعلى. اذا عندي حدين، حد اعلى بوينت 33 وحد ادنى هو بوينت 27. اذا اصبح الان انا بقول واثق بنسبه 95% بان نسبه الاميه بتقع بين 33 كحد ادنى و 27 كحد ادنى. 33 كحد اعلى و 27 كحد ادنى. كده واضح؟ اي سؤال يا شباب؟ واضح؟ مفهوم؟ طيب هذا بالنسبة للنسبة. نعم سهل جدا واضح، ما فيه حاجة صعبة، أنت بس أول حاجة تعرفها يعني تقرا المثل الجيد، تعمل نون، شوف نون كم تساوي، نون هي حجم العينة، عينة حجمها 1000، على طول هذه قيمة نون بتساوي 1000، حطها رقم 1000، هذه ما فيها مشكلة، حجم العينة. ثم إذا كانت نسبة الأمية هذه لام سميها هات بتساوي كم؟ قال إذا كانت نسبة الأمية بتساوي 30% حطها بوينت 3 اللي هي بوينت 30%. تمام؟ هذه كلها معطيات، كلها معطيات موجودة. واضح؟ طيب إذا واحد ناقص لام، واحد ناقص لام كمل هذه 100%، كم يساوي؟ الفرق بين هذه و 100% هو عبارة عن اللي هي بوينت 70، عبارة عن بوينت 70 اللي هي هذه البوينت 70 كلها بالبوينت، نسب كلها، مجموع هذا وهذا المفروض يساوي 100%. إذا توفرت هذه المعلومات على طول تطبق في القانون وتعطيك النتيجة على طول. المين السائل قال 95، هذه تكون معطي السؤال، يقول غدر بدرجة ثقة 95، غدر بدرجة ثقة 99، غدر بدرجة ثقة اللي هي 90، واحدة من هذه القيم حتكون هي معطى في الاختبار. واضح؟ يعني بعطيك أنا بقول لك غدر بدرجة ثقة.
بمجرد ما قلت لك درجة الثقة أنت تكون عارف قيمة ياء، ياء هذه قيمة ياء المعيارية، اسمها قيمة ياء المعيارية. إذا كده إذا وفرنا هذه المعطيات اللي هي نون حجم العينة، وتوفرت لدينا لام اللي هي النسبة، ثم نحن نحسب القيمة المكملة لهذه النسبة اللي هي واحد ناقص لام هات، وبالقانون اللي عملناه القانون هو واضح، نكون وصلنا إلى حل هذه المسألة. إذا الآن الموضوع الأول، الموضوع الأول كان هو تقدير أو إنشاء فترة الثقة للوسط الحسابي ميو، وقلنا إذا كان قال لي غدر متوسط المجتمع، متوسط المجتمع عنده قانون، متوسط المجتمع نكتب لك قانون ثاني أنا حبر رجعتها أعيد لك الأشياء المهمة، متوسط، متوسط المجتمع، تمام، متوسط المجتمع، قلنا هذا المتوسط عنده قانون، هذا القانون هو عبارة عن اللي هو قلنا سين شرطة سميناها سين داش، هذه زايد ومرة ناقص، قلنا يا وقيمة يا هذه مضروبة في اللي هي سمينا هذه عين سيجما على اللي هي تقسيم جذر نون، تقسيم جذر نون، هذا هو قانون الوسط الحسابي. السؤال كيف أفرق بين الوسط الحسابي وبين النسبة؟ من السؤال بيكون واضح، بقول لك قدر متوسط، أو فإن الوسط الحسابي هو بعطيك كلمة وسط حسابي، هذا هو قانون الوسط الحسابي. أما إذا كان السؤال خاص بالنسبة بعطيك حاجة تدل على أنه هذه هي نسبة وأنت تقدر هذه النسبة. إذا هذا هو كان الموضوع الأول، الوسط الحسابي اللي هي سين شرطة قلنا متوسط العينة معطى زايد مرة أزود ومرة أنقص، يا هذه قيم معيارية ثلاثة عرفناها، عين هي الحراب المعياري قلنا معطى، ونون هي حجم العينة برضو قلنا معطى. هذا القانون الأول، الناس تبسوا معنا اكتب سجل. القانون الثاني، القانون الثاني هذا واضح يا شباب بالنسبة للوسط الحسابي متوسط المجتمع، واضح، واضح. بالنسبة للقانون الثاني كان هو عبارة عن اللي هي النسبة، قلنا عندها قانون لام هات احسب نسبة العينة مفروض تكون معطى زائد او ناقص مرة بالزيادة ومرة بالنقصان، يا قيمة يا المعيارية معروفة ثلاثة قيم، هذه مضروبة في الجذر التربيعي لي اللي هي لام هات نفس القيمة بتاعت لام هات، لكن مضروبة في القيمة المكملة لها سميها واحد ناقص لام هات، سميها واحد ناقص لام هات، وهذه قلنا في غوص كلها مع بعض تقسيم حجم العينة سميناه بنون، وهذا هو القانون الثاني، واضح. هذا هو القانون النسبة، هذا قانون النسبة، النسبة. إذن بهذه نكون نحن يعني مرينا على الأشياء المهمة في التقدير اللي هي تقدير الوسط الحسابي وتقدير النسبة، موضوعين بالنسبة لنا نعتبر من الموضوعات المهمة جدا. ثم بعد ذلك في تقدير الفرق بين وسطين وتقدير الفرق بين نسبتين، وفي هذه يعني نحن نعرفها للمعرفة إنه تقدير الفرق بين وسطين كأنه يقول لي يعني مجتمعين مختلفين، مجتمع الطلاب ومجتمع الطالبات، يعطينا عينة من الطلاب، وسط حسابي من الطلاب وانحراف معياري من الطلاب، يعطينا عينة من الطالبات وانحراف معياري من الطالبات، واللي هي حجم العينة من الطالبات. بعض العمليات الرياضية أنا بعملها بقدر الفرق بين وسطين وكذلك الفرق بين نسبتين، لكن بيهمنا الآن الموضوعات الأساسية ركزت عليها هي الوسط الحسابي الواحد والنسبة الوحيدة. تبقت لنا في هذا الجزء اللي هو خاص بالتقدير اللي هو تقدير حجم العينة، تقدير حجم العينة، وإن شاء الله على الساعة التاسعة تماما سوف نلتقي على تقدير حجم العينة وهو الموضوع الأخير بالنسبة لهذا الفصل، وعلى أساس أنه الأسبوع القادم إن شاء الله حيكون عن اختبارات الفروض الإحصائية. هذا بالنسبة لي اللي هو الأخير يعني الجزء الأخير من التقدير. طيب الحين نأخذ بريك بتاع اللي هو عشان نقدر ندخل على المرة الثانية بالنسبة لي اللي هي المحاضرة القادمة الساعة التاسعة، وهي مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، فيها تقدير حجم العينة، كيف نقدر نقدر العينة من
مجتمع معين. وقلنا مهمة جدا، لازم نحضر معانا آلة حاسبة، ونحضر معانا إن شاء الله دفتر هنعمل على بعض المسائل ونحل هذه التمارين، وبتكون إن شاء الله هي سهلة، يعني هي سهلة لكن تحتاج إلى شوية مراجعة. هذا بالنسبة لحجم العينة. وبهذا يعني إن شاء الله على الساعة 9:45 دقيقة نكون خلصنا هذه الجزئية الخاصة بالباب الرابع. واضح شباب؟ مفهوم؟ طيب، إلى أن نلتقي عند الساعة 9 بإذن الله.